شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن، لكن على كل حال هو من قسم المباح. لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويفطر غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجع بدون أي دواء. نعم. أخذنا أن الذين يدادون عن الحوض هم المرتدون عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أشكل عليه يا شيخ كون أن بعض أوساط المؤمنين يدخلون النار، وبذلك ومعلوم أن من شرب من الحوض لم يغمى بعده أبدا. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال أنهم إذا شربوا من الحوض أنهم لا يدادون المرتدون ويسيرون الله، فهل نقول أنه لا يعقشون المؤمنين من الأوساط؟ الله، نعم، ربما يقهر. نعم. الجبرية يعني أبعد أن يقول من ما يقول. نعم. هل تكون المنزلة أبعد من ما جعل الخالق؟ إيش؟ لا، هم ما جعلوا خالق، هم يقول الإنسان، في الحقيقة يفعل بالإرادة. ولا نقول انه خالق او غير خالق، نقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه له به. لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان يخلق مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا الزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا، ما اظن. لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه. أصلا بارك الله فيك، العام ما نقول له حقيقة ولا غير حقيقة. لا، لو سأل عامي مثلا، إيه، لا، لو سألك إن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم، يطوي بها السماء كطي سجل الكتب، وهكذا. يعني هو يقول له ما يفعل. يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده، وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا، ما حاجة تقول له حقيقة ولا شيء. الآن لا تقول الحقيقة يمكن يضربك على الوجه. أنا قال لك الحقيقة ولا ما هي حقيقة؟ أحد ينكر أنها حقيقة؟ ولهذا لو 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 وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التعريف. أبدا مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا، إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من انكر المحبه وقال المحبه عباره عن الثواب، ما في محبه، نقول وهل احد يثيب الا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب انها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبه؟ هذا لا باس. اما ان نتنازل له للانسحاب امامه فهذا لا يمكن، بل نقول هي يد حقيقيه بها ياخذ وبها يقبض ولا يهم. لا، هذه كلها تمويل، بل ان بعض الجهال والمعالجين يقولون من دفع الجهميه والمعتزله الا بمذهب الاشاعره. سبحان الله، مذهب الاشاعره الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالكتاب والسنه. نعم. انت الله تعالى ليس فيه شرط أبدا، لأنه صادر عن رحمة رحيم.
إنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحنوت الذي علمه الحسن وقيل شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محله في محله في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل الآخر. ففساد في الأرض من الجد والمرض والقتل والخوف شر لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى ظهر الفساد في الكرب والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجل الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد لإنقاذ النفس لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ونؤمن يعني معشر أهل السنة والجماعة بأن الشر لا ينسب إلى الله. الشر لا ينسب إلى الله فلا يقال بيده الخير والشر وإنما لماذا؟ قال لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم. وهنا لو أن المؤلف وفقه الله ورحمه لو جاء بالحديث أولا لكان أحسن. لو قال والشر ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك ولأن ذلك ينافي كمال رحمتي وحكمتي لكان أجود. لكن الإنسان عند التأليف قد يغيب عنه بعض الشيء فهنا نقول الشر لا ينسب إلى الله أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك ولأن هذا ينافي كمال الرحمة إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا. الرحيم إنما يريد الخير. كذلك أيضا الحكمة تأبى أن يريد الشر لأنه جل وعلا حكيم. وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر فكيف بفعل الشر؟ إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. الدليل الأثري هو قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة. وإنما يكون الشر في مقتضياته الظهر في مقضياته ما في نصر مقضياته ها؟ إيه؟ لا الصواب في مقضياته. وإنما الشر في مقضياته أي مفعولاته. أما فعله الذي هو فعله فليس فيه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت ولم يقل شر قضائك. حتى لو فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك. على كل حال قني شر ما قضيت ما اسم موصول بمعنى الذي أي شر الذي قضيته. فيكون هنا التصريح بأن الشر إنما هو في المقضيات. فأضاف الشر إلى ما قضى يعني لا إلى قضائه. ثم مع ذلك هل يكون الشر في المقضيات شرا محضا خالصا؟ لا، هو شر من وجه وخير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا الآن قضى وعندنا مقضي. القضاء لا شر فيه إطلاقا صح؟ ليس فيه شر إطلاقا. المقضي فيه شر
لكنه شر من وجه خير من وجه آخر، ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر محض أبدا، لأنه إذا كان في المقضي شر محض صار سفها في الواقع، صار سفها. والحمد لله الآن تبين، أولا ليس في قضائه شر، يا حجاج خليك مع الكتاب، ليس في قضائه شر مطلقا، قضاؤه الذي هو فعله، ليس في مقضياته شر محض، صح؟ صح. بقينا الشر المحض إذن منتف في مفعولاته وفي فعله، الشر المحض منتف في هذا وفي هذا، وليتبين هذا بالمثال. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا، ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. إذا لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر، صح؟ الجد ضدها الخصب، يعني كون الأرض مشربة ما فيها نبات هذا شر، لأنه تهلك بسببه المواشي والأنعام بل والآدمي أحيانا. المرض شر، الفقر شر، الجهل شر، لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد شر، لكن لنذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير لا شك، إذا قذ بعض الذي عملوا خير أيضا، لأنها تعجيل للعقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أظن اتضح الآن أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حكمة. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني، ففي السارق تقطع يده، هذا شر، أليس كذلك؟ طيب الزاني المحصن يرجع، هذا شر، لأنه يموت، ولكنه خير لهما من وجه آخر. انتبه، المثال الأول الفساد في الأرض لما كان خيرا إيش في محله، شرا لما كان شرا في محله خيرا في محل آخر. هذا الذي المثال الثاني هو خير وشر في نفس الوقت في محله، لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما. فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. السارق إذا قطعت يده من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة، أما إذا تاب فالأمر ظاهر، ترفع عن العقوبة في الآخرة، وكذلك يقال في الزاني. ثم أيضا هو أيضا خير في محل آخر، ما هو اللي نشير إليه؟ قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ما الذي في حماية الأموال؟ قطع يد السارق، كل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق سوف يدع السرقة. كذلك أيضا الزنا فيه حماية الأعراض وفيه حماية الأنساب، كل إنسان يعرف أنه إذا زنى وهو محصن رجم فإنه لن يزن، فنحفظ حينئذ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم، إذ أنه لو أبيع لو أن إنسان يزني كلما شاء لاختلطت الأنساب، فلا يدرى هذا الولد من الوطء الحلال أو الوطء الحرام.
إذا قال قائل أيما أهم الأبدان أو الأموال؟ الأبدان، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة. حماية أموال الناس حماية عامة، وقطع يد السارق نعم خاص، يعني فساد خاص أو ضرر خاص، فالمسائل العامة مقدمة على الخاص. ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار، ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار، ربع الدينار يساوي 25 ريال تقريبا أو أقل تقطع يده، ولو أن جانيا قطعها ألزمناه بكم؟ نصف الدية، 50 بعير، 50 بعيرا. كيف هذا؟ كيف يكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت فخذ بعير قطعت؟ نقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق. انتهى الكلام على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه هي أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة إيمانهم عليها. فما هي الثمرات لهذه العقيدة؟ هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما. نظرية، الإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل يتضمن كذا، الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، مفهوم معلوم. لكن كثير من الناس لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصغير، لا يثمر. وإذا شئت أن ترى انظر هذا العالم الجياش الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم، لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين. لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية. الدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب، بر الوالدين واجب، هل يبر والديه؟ أبدا. أنا لست أقول كل الناس، الحمد لله في الناس خير، لكن العام يقرأ أن صلة الرحم واجبة، هل كل إنسان يصل رحمه؟ أكثر من نعلم لا يصلون أرحامه، يزور صديقه مساء وصباحا، لكنه لا يزور قريبه إلا في السنة مرة وعند المناسبات. أين التطبيق؟ الكذب، كل طالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب في يومه، يتأخر مثلا عن الدرس يقول المدرس ليش تأخرت؟ قال والله أبوي أشغلني، أبوه ما شافه ولا شيء، كذب هذا. نعم، يقرأ أن الغش حرام ثم يأتي ويقول هل الغش في الامتحان حرام؟ شوف، يسأل عن شيء يعرف حكمه، الغش حرام ثم يجي يقول هل الغش حرام؟ هل الغش في الامتحان حرام؟ نعم، يأتي يقول هل الغش في الإنجليزي والفيزياء والكيمياء حرام؟ ما هم مادة من المواد. المهم على كل حال يا أخواني، الإيمان أو
أصول الإيمان الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنفع الإنسان إلا إذا تأثر بها، قبلها وتأثر بها وانتفع بها. أما مجرد النظر فأنا ضامن أنه يوجد في الكفار من يدرس هذه الأشياء دراسة وافية، ويكون عنده من الاستنباطات واستخراجات الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس، أليس كذلك؟ شوف الآن كفار يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا، ومع ذلك هم كفار. فلهذا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بما علمنا. نستمر؟ ها؟ هي لها فصلين. نعم ساعتين. ها؟ لها هي لها ساعتين ولا لا؟ الساعة الحين مضى كم ساعة؟ ساعتين ولا ثلاث؟ ها؟ مضى لها ساعتين؟ أي أجل ناخذ. باقي لها ساعة. باقي. طيب يقول فصل: هذه العقيدة السلفية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. ايش هذه العقيدة؟ اي حسن، هذه العقيدة السامية يعني العالية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. نعم هي تثمر لا شك، لكن تثمر إذا وجدت أرضا قابلة. لو أنك بذرت الحب في أرض سبخة أيثمر؟ لا يثمر، لكن في رياضة في روضة من رياض الأرض تثمر. فهذه العقيدة تثمر إذا صادفت محلا قابلا. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه، الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. نعم الإيمان بالله عز وجل يتضمن محبة الله لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة إلى 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 آخر. وتثمر أيضا التعظيم إذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته. وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي. فبالحب يكون فعل الأوامر، لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله. فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه عز وجل. وبالتعظيم يكون اجتناب النواهي، لأنك تخشى إذا عظمته خشيت من عقوبته إذا ارتكبت معصيته. وبالقيام بالأوامر والنواهي تكمن السعادة، ولهذا قال يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. وهذه ثمرة عظيمة. أحيانا يعني يفضل الإنسان محبة الله على جزائه، لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينة بمحبة الله. يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم. أحيانا يعني القلب له ترد عليه أشياء، يرد عليه غفلة ووعي، صحة ومرض. في بعض الأحيان تصل إلى درجة تقول: إذا كان أهل الجنة في هذا النعيم فلا نعيم بعده. لكن هذا في بعض الأحيان، ما هو كل حال، لكن في بعض الأحيان يمتلئ قلبك بمحبة الله، تشاهد رحمته وإحسانه وفضله. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. تأمل في نفسك وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك
ويسر أمورك فتحبه. لو جاءتك نعمة طارئة، النعم الدائنة هذه لا يعني لا يرى الإنسان لها كبير يعني فضل لأنها ماشي، لكن لو جاءتك نعمة طارئة بأن رزقت ولدا مثلا، ألست تزداد محبتك لله؟ تزداد لا شك، تعرف نعمته عليك. ولهذا كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله، فأحب الله عز وجل لما يغدوك به من النعم. ثم هناك مرتبة ومنزلة عالية أعلى من هذه، أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته كمال شريعته كمال قضائه عز وجل، هذا أشد من الأول. أن تحب الله لكمال صفاته، لا لكمال فضله وإحسانه فقط، بل لكمال صفاته وكمال إحسانه عز وجل وفضله. إذن الإيمان بالله يثمر هذه الثمرة الجليلة. هذه الثمرة الجليلة ليس فوقها سعادة، والله لا القصور ولا الأزواج ولا البنين ولا المراكب الفخمة ولا كل نعيم يساوي هذا. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن. هذه الجملة حالية قيد، ما ينفع العمل الصالح بدون إيمان. يقول: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أعظم القرآن والمتكلم به! فلنحيينه حياة طيبة، ولم يقل فلنرزقنه أو فلنغينه فلنكثرن ماله، قال فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، حتى مع الفقر، حتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا، وهذه هي الحياة الطيبة. لا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل، يسأله الثواب ويرجوه إزالة المحنة، وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان لكن ناقص العمل، تجده يجد كل مصيبة حسرة في قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا ولا تكفيرا للسيئات، إذ أن همه أن يكون في هذه الدنيا منعما، فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن ودام قلقه. لكن الذي مع الله صابرا لقضائه، صابرا على قضائه، محتسبا لثوابه، تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن، لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل إلا لمصلحة هذا الرجل. ولذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء الدنيا. في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بثواب أحسن العمل، بمعنى أنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل، والأعمال تختلف وثوابها يختلف، لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء. وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة، بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل، وكل عمل بحسبه. طيب، يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك قد كملت لهم الدنيا، أليس كذلك؟ معززين، مكرمين، تخدمهم الناس وتسهل أمورهم، لكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المتصل قلبه بالله أبدا مهما كان. تجد ينام على هم ويقوم على هم، لا بالعكس، ينام على غم ويقوم على هم. لكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله. عند نومه: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فأغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويفوض أمره إلى الله. عند القيام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
تجد دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته، ودائما قلبه حي حي بذكر الله عز وجل. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. نعم، العلم بعظمة الله، لأن عظمة المخلوق تدل على إيش؟ على عظمة الخالق. ولا بد الملائكة عليهم الصلاة والسلام أقوياء في كل شيء، حتى في دار العقوبة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطبائع شداد الأجسام، أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك أيضا الملائكة الآخرون كلهم أقوياء يسبحون من نعم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من يستطيع هذا من البشر؟ لا أحد يستطيع. إذن إذا عرفت قوتهم وعظمتهم استدللت به على استدللت بهذه المعرفة على عظمة خالقه. جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، كم له؟ 600 جناح قد سد الأفق. 600 جناح ما هي هينة. نعم، قد سد الأفق، وهو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل، فكيف بملائكة الآخرين؟ إذن إذا الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بإيش؟ بعظمة الخالق عز وجل، لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. نعم، إذا آمنا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله على إيش؟ على عنايته بنا. الذين يحملون العرش ومن حوله معطوف على الذين، يعني والذين حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. دعاء عظيم جدا، كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة، وهم المقربون عند الله يحملون العرش، الذين يحملون العرش، والثانيين من حول العرش ممن لا يحمله، هذه وظيفته، هذه وظيفته. أليس هذا عناية من الله بنا؟ الله يجعلنا وإياكم منه. هي عناية من الله بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربون بهذا الدعاء العظيم. طيب، في أيضا في ملائكة يحفظونها، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك بأمر الله عز وجل. هذه من العناية التامة بالعباد ولله الحمد، أن يسر لهم هؤلاء الملائكة يحفظونهم من بين أيديهم، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع. الآن لو سألتك ماذا عملت في هذا الشهر، ونحن اليوم في 26 منه، ماذا عملت؟ تستطيع أن تحصي ما عملت، لا من الخير ولا من الشر، أليس كذلك؟ في ملائكة جنود، جنود من الله عز وجل يكتبون عملك، موظفون. لو كان عندك واحد من البشر يكتب أعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لتعب، وما أمكنه أن يفعل ذلك.
لكن هناك ملائكة يكتبون أعمالك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلونه ولا يفرقون فيه. أيضا ملائكة يحفظونك إذا مت. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت إيش؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها ولا يمكنون أحد من السلطة عليها، بل هم يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. أليس هذا من نعمة الله؟ إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. في ملائكة موكلون بالقطر، ومن ينتفع بالقطر؟ الناس، بنو آدم. وكذلك بالنبات وغير ذلك، ولهذا قال المؤلف: وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عباد الله، من عبادة الله على وجه الأكمل، واستغفارهم للمؤمنين. نحبهم لسببين: الأول قيامهم بطاعة الله، وهذا واجب علينا أن نحب كل من قام بطاعة الله من الملائكة والآدميين والجن، واجب علينا. وهذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان. فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله، يستغفرون للمؤمنين. والسبب الثاني لمحبتهم أنهم يستغفرون لنا. هذه ثمرات جليلة للإيمان بمن؟ بالملائكة. وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا بأن نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، لكن نحن ذكرنا هذا حسب ما تيسر. من الإيمان، من ثمرات الإيمان بالكتب، أولا العلم برحمة الله تعالى. شوف المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل، لأن ذلك هو أصل الأصول. أصل الأصول كلها الإيمان بالله عز وجل، أصل الأصول كلها هو الإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله والإخبات إلى الله والتوبة إلى الله، هذا أصل كل شيء. أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء الله لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا، لكنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. أنزل الكتب رحمة بالعباد، أرسل الرسل رحمة بالعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق، وأنه لم يكلهم إلى عقولهم. لو وكلنا إلى عقولنا هل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ؟ الجواب لا، ولا كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا كيف نصوم، ولكن الله رحمنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى نهتدي بذلك إلى الله عز وجل. ثانيا ظهور حكمة الله، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها إلى آخر. الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله. الأول الذي هو يتعلق بعبادة الله، الشرائع لا تختلف في أصوله. أما الثاني فتختلف اختلافا عظيما: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلقحون النخل، يلقحون النخل
تعرف التلقيح؟ تعرف التلقيح أنت؟ لا لا أين تعرفه؟ ما هو؟ أين؟ التلقيح هو التأبير، يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى من النخل، ثم يكون الثمر طيبا، وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يفعلون ذلك، فيصعدون إلى الفحل وينزلون، ويصعدون إلى الأنثى وينزلون، تكرار وإضاعة وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل، يعني لا يعرف أنه يعمل في هذا الشيء، وله يعرف النخل في القرآن، في القرآن المكي، لكن قال ما أرى ذلك يجدي شيئا أو كلمة نحوها. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي، فقالوا الحمد لله الذي أراحنا، إذن لا نصعد في الحال ولا نصعد الإناث. تركوا التأبير في تلك السنة، فظهر الثمر رديئا شيصا لا يؤكل. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أظنه، اصنعوا ما شئتم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، والمراد أعلم بالصنائع التي يكون فيها مصلحتكم، ليس أعلم بالأحكام، أحكام الشرع شاملة لأمور الدين والدنيا، لكن كيف نصنع كيف نصلح هو أعلم. ولهذا كل واحد منكم لو سألناه أيك أعلم أم أهلك في صناعة العشاء؟ نعم الأهل، ما أجل العزوبية مدل عنهم، يمكن يصيرون جيدين، لكن على كل حال كل إنسان أعلم بما يمارس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. فانظر إلى الشريعة كيف شرع الله عز وجل لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم، لا وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كتاب الخلق إلى يوم القيامة. الكتب السابقة كتب مؤقتة صالحة في زمانها، في غير زمانها غير صالحة، لكن هذا القرآن إيش؟ صالح لكل زمان ومكان وأمة، لأنه لا كتاب بعده، وحيث أنه لا كتاب بعده لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، لأن الناس سوف يحتاجون، سوف تتغير حوائجهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا، يجب أن يعمل كل ما يمكن في تنزيل هذه المعاملات على إيش؟ على النصوص الشرعية، وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان منه، أن يمنع عباد الله مما يعملون، بمعنى أن لا يتسرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. قولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف،
لا على طول. طيب بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ما يجوز. لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.